لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أبناء الطلاب الأعزاء، طلاب مدارس ابن خلدون الصف الخامس الابتدائي، يسعدني أن ألتقي معكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني، والدرس بعنوان الأفعال الخمسة. يقدمه لكم المعلم الأستاذ إسماعيل زيدان إسماعيل أبو شهبة من معلمي مدارس ابن خلدون. على بركة الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا الكرب ويكون في عون أمة الإسلام. الدرس بعنوان الأفعال الخمسة، نبدأ على بركة الله. الأفعال الخمسة، سؤال يطرح نفسه: ما الأفعال الخمسة؟ وقد يتبادر إلى ذهن البعض فيخلط بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. والأسماء الخمسة سبق وأن درسناها في النصف الأول في الفصل الدراسي الأول من الصف الخامس. والأسماء الخمسة كما تعلمون هي أبوك أخوك حموك فوك ذو، بمعنى صاحب. وهذه ليست موضوع درسنا اليوم. اليوم نقوم بدراسة الأفعال الخمسة، فلننتبه جيدا إلى ذلك. ما هي الأفعال الخمسة؟ أو ما الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بي. ننتبه معا: واو الجماعة، ألف الاثني، أو ياء المخاطبة. إذن ننتبه معا: الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثني أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. قد يسأل سائل ويقول: هذه ثلاثة ضمائر، فكيف تقولون عنها أنها الأفعال الخمسة؟ والإجابة باختصار كما سنرى معكم: واو الجماعة تنقسم إلى واو الجماعة للغائب نقول هم يعلمون، وواو الجماعة المخاطب هم أنتم تعلمون، ياء المخاطبة أنت تعلمين. ألف الاثنين تنقسم قسمين للغائب والمخاطب: هما يعلمان، أنتما تعلمان. فلننتبه لذلك جيدا كما سنرى. نأخذ مثال: يفعلون، هم يفعلون، أنتم تفعلون. ألف الاثنين يفعلان، هما يفعلان، أنتما تفعلان.
يا المخاطبة أنت تفعلي. لو قمنا بعد هذه الأفعال سنجد أنها خمسة أفعال، وهي ما يسمى بالأفعال الخمسة. ألف الاثنين تنقسم إلى قسمين، للغائب نقول هما يفعلا، للمخاطب نقول أنتما تفعلا. واو الجماعة تنقسم قسمين، هم يفعلون، أنتم تفعلون، بالإضافة إلى المخاطبة يصبح خمسة ضمائر، واو الجماعة للغائب واو الجماعة للمخاطب. يا المخاطبة تفعلين، ألف الاثنين للغائب والمخاطب. نأتي بعدة أمثلة. هات الأفعال الخمسة من الفعل يكتب. كيف أجيب عن هذا السؤال؟ أقول وبالله التوفيق، الأفعال الخمسة هي: كل فعل مضارع اتصل بي، واو الجماعة، و ألف الاثنين، وياء المخاطبة. واو الجماعة نقول يكتبون، وهم يكتبون، وأنتم تكتبون. ألف الاثنين، هما يكتبان، وأنتما تكتبان. يا المخاطبة، أنت تكتبين. ننتقل إلى تدريب آخر. هات الأفعال الخمسة من الفعل يشرب. كما حفظنا معا، الأفعال الخمسة هي: كل فعل مضارع اتصل بي، نعم، قل معي، واو الجماعة، ألف الاثنين، وياء المخاطبة. نقوم بحل التدريب. هم يشربون، أنتم تشربون. ألف الاثنين، هما يشربان، أنتما تشربان. يا المخاطبة، أنت تشربين، أنت تشربين. كيف تعرب الأفعال الخمسة؟ ننتبه معا. ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون، مثال: الأفعال الخمسة هي المكتوبة باللون الأحمر. وننتبه جيدا حتى لا يحدث خلط بين الأفعال الخمسة والمعلمون التي هي جامع مذكر سالم. فالواو والنون هنا في كلمة المعلمون هي علامة للجامع. أما في يجتمعون، واو الجماعة هنا في محل رفع فاعل، والنون هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة. يجتمعون نعرب فنقول يجتمعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. هنا يذاكران فعل من الأفعال الخمسة اتصلت به، ألف الاثنين، ومرفوع علامة رفعه ثبوت النون. أنت تقولين الحق، هنا اتصلت به ياء الجماعة، وياء الجماعة في محل رفع فاعل، والنون
نقول تقولين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. تنصب الأفعال الخمسة بحذف النون، مثال: المعلمون لن يجتمعوا كل شهر. هنا لن من أدوات نصب الفعل المضارع، يجتمع فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون، يعني ليست مكتوبة، حذفت النون لأنه في حالة نصب. لنقول لن يجتمعون هكذا خطأ، نقول لن يجتمعوا، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. اجتمع الطالبان كي يذاكرا، كي يذاكر الدرس، الدرس. يذاكر فعل مضارع منصوب بعد كي، وعلامة نصبه حذف النون، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. وهكذا نقول على أن تقولي الحق. إذا كانت في محل، إذا كانت مرفوعة نقول تقولين. أما هنا أن على أداة حرف من حروف نصب الفعل المضارع، فنقول أن تقولي. أن حرف مصدري ونصب، تقولي فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع فاعل. هكذا تعرب الأفعال، الأفعال الخمسة. كذلك تلزم بحذف النون، كذلك تجزم الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة بحذف النون. لم حرف نفي وجزم، يجتمع فعل مضارع مجزوم بعد لام، وعلامة جزمه حذف النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل في محل رفع فاعل. لتذاكرا قبل الاختبار، لام الأمر من جوازم المضارع، حرف جزم للمضارع. تذاكر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. لا تقولي غير الحق. لا الناهية، حرف نفي وجزم للفعل حرف نهي وجزم للفعل المضارع. تقولي فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون، وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل. وبهذا نكون قد ألقينا الضوء، قد ألقينا الضوء على درس الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ وقلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وألقينا الضوء أيضا على كيف تعرب الأفعال الخمسة، وقلنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. وفي نهاية درسنا أتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل المعلومة إليكم بيسر وسهولة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وفقكم الله. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية. وكان معكم الأستاذ إسماعيل زيدان أبو شهبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.